قلت أقولك أخباري مع إنك أصل ما سألتش. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة، مسجونة في عالم أفكاري، مش عايشة لكن برضو ما متش. تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة؟ سيبك أنت، أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال وتكون بتنام مرتاح البال. لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك، ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع وثانية تبيع حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. بقى ليلي بيشبه لنهاري والشمس بتشرق وبتغرب والدنيا بتمشي وتتغير وانا على حالي. احساس الوحدة الاجباري بقى هو الايد اللي تطبطب بقى، ونسي وصاحبي هو الحاجة البقياني. سيبك انت، اهم حاجة